تونس بأثرها وحمامتها استقبلت أم كلثوم، وكأن الطبيعة أرادت هي الأخرى أن تشارك في تحية الضيفة العظيم. نابل، أهم المدن للصناعات التقليدية في تونس، قامت بزيارتها أم كلثوم. كان في استقبالها الوالي يعني المحافظ، وأهم ما في نابل هي معامل الخزف، معمل يعني مصنع. الاستقبال كان على المستوى الشعبي والرسمي، كان أكتر من رائع، كان استقبال حماسي جدا، وكان الحب بيظهر على كل الوجوه، وكانت الدموع في عينينا كلنا. واستقبلتها عروس نابل التقليدية، كل الناس كانت عايزة تشوف أم كلثوم، فطلعت أم كلثوم على كرسي وحيت كل الجماهير اللي واقفة تنده لها وتقول لها يا ست يا ست. كان في صحفيين كتير، كان أكتر من 300 من الصحفيين، كل واحد فيهم عاوز يسجل لحظة اللقاء العظيم ما بين أم كلثوم وشعب نابل. وفي معمل الخزف اللي زارته أم كلثوم، كان في لفتة جميلة جدا من عامل من العمال قال لها أنا كان نفسي أعزمك على فنجان شاي، لكن أنا في ساعة عمل، فكل اللي أقدر أعمله. وراح على طول كون لها فنجان وطبق وقدمه هدية، وقبلت أم كلثوم الهدية شاكرة. من طرائف الامور ان لما مشيت لنابل هزوها لاتوليي، معنى المعمل بتاع صناعه فخار، كان الناس فرحت برشا وشاشته كذا. من الجمله فما واحد من الصنايعيه قاعد على التور نتاعو كي فرح خزر لها قال يا ست لو كان في بالي راني هديت لك هديه. خذ طرف فخار على طين حطوا على التور وخدموا بالوقت وخرج صحنه فنجال تاع قهوه قال هذا مليك. ويقولوا ان سيده ام كلثوم استحفظت بها القطاع هذه حتى لاخر حياتها.